اتمنى فعلا ان تكون سنه خراء رخاء بعد اليوم. ماشي صوبنا وشوي الله لا بارك فيك. انت صاحب الهوش والهوش هذه فطر لا تضيف صح. هذا انا ما احلى تضيف الباب انا عارف احنا كيف بنفتحه لكن اكثريه عندهم عيوق. تبرع فيه وجوده بس للاسف سرقت. هلو نيجيريا ذاتس فروم اذر لاين. اسوي اعلان قال لي والله باك تنام في فريزر. والله العظيم في خطر ما فيها رقم. حكم يا اخي حرام عليك حكم. عزيزي ماجومبا ايربورت ذيس واي في بحر 70 سيبا تقربه يعني اول تقربه يا ليتني ما ارتر جبته عندي حاله مفاجئه في مجمع الرستاق. مو مفاجئتي هو مدلوب يا اخواني لاعبي فريق نادي الرستاق كيف اعطونه افضل لاعب يا ترى على مستوى السلطنه عندنا دوري جعلان افضل لاعب يغسلوا له هافه في الدوبي. سالم ركبتوه سالم ركبتوه سالم السلام عليكم السلام والله بدو بدء نزول ما اعرف اعرف اللغه الفصحى تو نازلات الامطار هذا طه 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 واحد طه شو هذا ما يجي سياره احنا واحد طه بشكل طبيعي لكن نحن كل رشه ماي تتوقف الحياه تماما لأن الشوارع عملت عنه صد ولعب ومدرب خاتل من الوادي ومقلاع من خوص واحد يعبد بقرة. متى يبلغ البنيان يوما كماله؟ إذا كنت تبنيه وآخر يحمل رزون زون إذا ما قتلوني بقايين بقي بلش مال القيمة أكبر بعد الجو الثالث باتمان فرومان أكثر شاب الهارجين عيون حدان الحارثي شوارع عصلان بشوف ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. برقية تعزية وفاة الملكة ماتت ليزا بيزا ها نيم شيخ أحمد خليلي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك أما إني أشهدكم أيها الجماعة الحاضرون أشهد فصل القرنية إلى جزئين. هذه باكورة حطات الطاقة المتجددة سوية منهم سيارة الكهربائية العمانية الأولى من سالم المسهلي عمر الغيلاني على المركز وقود حيوي من نواة التمر محمد آل نوفالي وإنجازاتي البسيطة ملهمة شكرا. يا عدي اليوم عاد بشواي جاهز وطعومي وطنبوة. I want to thank our Romani friends and Minister Badr for their help. إن أصبح الوضع يتطلب أن نتبادل الآراء أن تسمعوا منا نسمع منكم. Your Excellency, where are we today with COVID? That's somebody else's responsibility. قبل غنتيش انا جايه ولا غاوي زيك واحتياطنا حنا شرنا الله ودي ولاي اي ونت تشيز وذ نو شوغر نو ميلك يا بليله يا بليله واحد ويما سي يخاف الله رب العالمين مكان غار قسم بالله حتى اظن العوائل استوي وبي من ليه